من عند الشرقاوي أبدأ الأخبار قبل ما أروح للرؤية الفنية، الأخبار المتداولة عن هذه المباراة المهمة التي ينتظرها الملايين، لأنها هتفرقنا عن بوركينا، وده مهم جدا، وأول مباراة لحسام حسن رسمية. صحيح، هو أول اختبار رسمي للكابتن حسام حسن مع منتخب مصر. منتخب مصر هو متصدر المجموعة بست نقاط، بوركينا فاسو وغينيا بيساو هم في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، واعتقد ان المنافسه يعني بين الثلاث منتخبات دولت بعيد عن سيراليون وجيبوتي واثيوبيا. وبالتالي مباراه بكره انا شايف ان او النهارده يعني مباراه مهمه جدا، وهتبقى نقطه فاصله بالنسبه لمشوار منتخب مصر في التصفيات ان شاء الله لو ربنا تمم بخير وكسبنا البوركينا وبعدين كسبنا غينيا يوم 10، هتفرق كتير مع منتخب مصر. رغم ان انا يمكن ليا وجهات نظر او تحفظات معينه على الاختيارات بتاعه التشكيل او القائمه بتاعه الكابتن حسام حسن، واقف ان هي وجهات نظر، يعني منها مثلا محمد الشناوي واختياره واصراره على ضم محمد الشناوي حارس المرمى، يعني لعيب غايب عن الماتشات حوالي 6 أو 7 شهور، ما لعبش مباراه وديه حتى مع النادي الاهلي ويتم اختياره لمنتخب مصر. اعتقد ان ده يعني من وجهه نظري بيقول ان في عدم قناعه من كابتن حسام حسن بالحراس المرمى اللي موجودين. ويعني احنا شفنا مثلا تجربة ريال مدريد، كورتوا كان هو الحارس الاساسي ريال مدريد، اصيب، جه لونين لعب مكانه وتألق، وهو اللي خد الفرصة في ماتشات الدوري الاسباني وماتشات دوري ابطال اوروبا لغاية ما اصيب لونين مرة تانية، ولعب كورتوا لاول مرة من فترة طويلة شفناه في النهائي قدام فريق بروسيا دورتموند. ولكن هي زي ما قلت لك هي وجهات نظر، ولكن انا كنت اتمنى ان ما يبقاش في ضغوط على مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى، خصوصا انت جايب الشناوي هو عنده حوالي 34-35 سنة كابتن، وانت بتجهز عشان مونديال 2026، يعني بعد سنتين المفروض ان انت في الفترة دي بتستغل عشان تجهز لعيبة صغار سن يقدروا يديك في كاس العالم بعد سنتين. ما تعتمدش على الناس، يعني انجاز التعبير العواجيز شوية، الناس اللي كبرت في السن قوي، طبعا مع احترام الشديد طبعا لكل، ولكن الشناوي لو كان لعب مباراة واحدة ودية كان ده فعلا يلعب، يعني ينضم للمنتخب، ولكن انت ما تعرفش مستوى الفن ايه بغض النظر عن مستواه في التدريبات، مستوى البدني ايه، حساسية الماتشات بتفرق، انت بتتكلم على 6 أو 7 شهور غياب تام عن المباريات. فانا شايف ان ديت كانت يمكن يعني علامة استفهام بالنسبة للاختيارات بتاعت الكابتن حسام حسن. طيب يعني استكمالا لكلام الاستاذ شرقاوي، كلامك يا استاذ عبد الناصر، يعني خلينا نقول ان في علامات استفهام كتيرة على الـ الاختيارات، وخلينا نقول ان تعرف انك كنت راجل مدرب واخد رخصه تدريبيه ايه برو، وقدنا منتخبات قبل كده، وبنعرف يعني ايه نكون منتخب، وبنعرف يعني ايه تعمل هيكل، وبتعرف يعني ايه تطلع من الهيكل المجموعه الاساسيه. كابتن حسام حسن بيراهن على مجموعه من الرهانات، اعتقد ان في المرحله ديت من عمر المنتخب انت ما ينفعش تاخد الريسك بالمنظر ده. رهاناته ان في هيكل موجود، القوام الاساسي بتاعه بنيه على مجموعتين، مجموعه المحترفين اللي بره والمجموعه الثانيه هم لاعبي النادي الاهلي، في حين انه اغفل قوتين موجودين في الارض، الزمالك الفائز بالكونفدراليه، بيراميدز المشارك في افريقيا، ومن المفترض ان انت في الهيكل اللي انت بتشتغل بيه ان اللعيبه اللي اشتغلت افريقي واللعيبه اللي كسبت افريقي، طبعا النادي الاهلي واحد هيقول لي ما هو كسب افريقيا وافريقيا بالنسبه له، معاك مش مختلف معاك وما بقولكش ان ده غلط، لا مظبوط وكل حاجه، انما اللي ما ينفعش فرقه واخده كونفدراليه واخد منها 4 لعيبه، انت اصلا البوابه بتاعتك
لكاس عالم بوابه بتاعتك لافريقيا. فانت النهارده لما هتيجي تعتمد على اللعيبه اللي انت بتاخدها من الدوري العام المصري، طبعا مش هتكلم على قصه التصريحات اللي قالها قبل كده ان الدوري العام المصري ما يفرزش لعيبه وطلع وقال لك مش عارف ايه والكلام ده. ما تيجي نعمل نقطه والنهارده ندعم لغايه ماتش بوركينا والماتش بتاع غينيا بيساو ونتخطى مرحله الاختيارات علشان خاطر نقول كانه اجنبي، نترك له الحريه المطلقه فيما اختار ونحاسبه بعد المباراتين. يعني انا يعني مش متعود. خلي بالك انا مش متحفظ على كلامك، انا موافقك ولكن اقصد ايه، لو هو اجنبي ولا انا غلطان يا كابتن احمد؟ لو هو اجنبي كنا يعني كنا في ظهر كابتن حسام لغايه كنا هنقول كده كده في ظهر، احنا كنا كده كده في ظهر، بس احنا في ظهره على طول، بس كده كده في ظهر، ومن اشد المساندين كمان، المساندين ليه ومن اشد الناس. بس كنا بنقول فيكتوريا ايه يا كابتن؟ خلاص اختار وبعد كده نحاسبه. اللي مش هيقدر يشتغل تحت ضغط يمشي، اللي مش هيقدر يتقبل النقد يمشي. مدرب المنتخب احنا بنتكلم احنا بنتكلم على كاتيجوري ايه، فئه اولى. فهمك. لو انا النهارده مش قادر اتقبل النقد وانا قاعد، احنا بنبقى قاعدين في الاستوديوهات وبنشتم من طوب الارض وبتكمل، مش هتقدر تتحمل النقد، ما تطلعش ما تتكلمش، صح؟ مش هتقدر تتحمل النقد، سيب الاستوديو وقوم امشي، ما تقدمش برامج. مش هتقدر تتحمل النقد، ما تكتبش في جورنالك. مش هقدر اتحمل النقد، ما اطلعش احلل. مش هيقدر يتحمل النقد، يمشي، قدم استقالته ويمشي. لا النهارده راجل بيتكلم منطق، راجل بيتكلم منطق وعقل. عندي حارس مرمى غايب بقاله اربع خمس شهور، ست شهور ولا ست شهور، ايه يعني ايه يعني الـ الـ يعني عايز افهم ايه وجهه النظر، مش قادر افهمها يعني، واخد بالك؟ فرقه فايزه بالكونفدراليه واخد لي منها اربعه لعيبه واقعد اتعور بقى وجهه النظر ان هو بيقول لك انا احتاج الى قائد خارج الملعب. بالظبط كده. طب ما صلاح موجود، قائد خارج الملعب. انا عايز ارد بقى. انا عايز ارد حراسه المرمى. اتفضل. حراسه المرمى بالذات في رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه. صح. محمد شناوي بقى له خمس سنين او اكتر واحد رقم واحد لمنتخب مصر. وجوده اول ما بيبقى سليم لازم يكون متواجد. صح. في النادي او المنتخب، يلعب وما يلعبش دي قصه ثانيه. بالظبط كده. برافو عليك. داعم للحراس المرمى، وجوده ممكن يعمل ضغط شويه على مصطفى شوبير، بس مصطفى شوبير اتحط في الضغط ده في نهائي افريقيا ولعب وقدم مباراه على مستوى. وجهه نظرك مع وجهه نظري ماشي، بس استاذنك في كلمه لازم يبقى موجود. انا بقول لك ليه، لان هو حارس رقم واحد في مصر. ايوه دي هتفرق في المنتخب اللي موجود. واحد حارس رقم واحد بقى له ست شهور غايب. لا ما عادي يا كابتن تامر، حراسه المرمى دي عادي يلعب او ما يلعبش. لا عادي. في فرق يعني كبتن. انت دلوقتي انت بتقول لي دلوقتي انا طالع اسكندريه كويس وهاخد الزراعي، فانا بسالك بقول لك ليه الزراعي كابتن تامر؟ في قوام للمنتخب اربعه وخمس لعيبه لازم تتواجد يا فندم. ليه لازم؟ كلمه لأن لازم هم لان هم احسن يعني. هل لازم دي قانون؟ لا احسن لعيب مكانه. هل فرض؟ هل سنه؟ كابتن تامر يا شرقاوي يعني يا كابتن يا لازم فيكتوريا خد اثنين مصابين ما اتكلمتوش كده في ايوه خد الشناوي جابوا مصاب في امم افريقيا احمد الشناوي. فيكتوريا كان بيلعب يا كابتن، كان بيلعب يا باشا، جابه مصاب يا باشا، كان بيلعب. طلعت التقرير بالتاريخ كان بيلعب، كان بيلعب. لا ما كانش بيلعب، كان بيلعب مع يا باشا، جابه مصاب. انا عارف بقول لك ايه، في فرق ان انت بقى غايب عن الملاعب بقالك ست شهور يا فندم، وانت في دول البطوله بره القايمه خدوا يتعالج في كوت ديفوار على اساس انه يجهز في البطوله. يجهز ايه؟ وده منطق على اساس انه يجهز في البطوله. ما اتكلمتوش يا جماعه. لا في فرق كبير. انتوا ما اتكلمتوش. لا 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 انا ما اتكلمتش. لا لا ايه؟ لا ايه ده؟ انتوا كذا يا سيدي. لا يا سيدي لا، على فكره بتفتري عليا على الاول. زعلانين انت بتفتري. انتوا زعلانين كذا مركوي عشان ما اتخذتش قرار اربعه من الزمالك. لا 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 مين اللي قال؟ على فكره لا لا على فكره لا لا عبد الناصر لا لا ما تبحثش في ضميري. لا 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 يا استنى شرقاوي، انا بقول ايه ده؟ انا بقول اللي يلعب. لا 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 انا بقول اللي يلعب مصطفى شوبير. شرقاوي دول 20 سنه شرقاوي. طب ما هو ده، انا قلت مصطفى شوبير اللي هو بتاع الاهلي. لا يا بقى اللي هو الاهلي. طب ما هو هيلعب يعني بالمنطق بتاعك ده، بالمنطق بتاعك ده يا بينا قشني في اللي انا بقوله، ما تناقشنيش في ضميري. ما يا كابتن تامر بمنطق الكابتن احمد ان انت محتاج قائد في حراسه المرمى، طب ما نجيب الكابتن اكرام الكبير بقى، هو ده راجل رمز في الرموز حراسه المرمى ويجي بالظبط كده. يعني حضرتك قلت محمد الشناوي كمان سنتين
هيبقى كبير في السن. لا حارس المرمى 37 سنه 48 سنه بس انت بتاهل محمد الشناوي ممكن يبقى رقم. لا انا قصدي انت يا بكا شيكابالا يا بكا شيكابالا اسطوره مع الزمالك العظيم الذي بيكون في المنتخب وهو نمره واحد شيكابالا. قال الشناوي كده ما دي وجهات نظر يا جماعه وجهه نظر كل واحد بيقول وجهه نظر واللي احنا بنقوله مش قران. وفي النهايه ما هي وجهه نظر الكابتن حسام ان هو يضم الشناوي وهو ضم الشناوي. طب